إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الشيخوخة بشكل أكثر، وأيضا تكملة للموضوع السابق، إضافة إلى ما ذكرت في الدروس السابقة من عوامل التقدم في العمر من ناحية النفسية والاجتماعية. فأن المسن يحدث تغيرات جسدية أيضا سلبية كثيرة، فمثلا يعني مثلا يضعف بصرة ويقل يعني قوة السمع، تضمر العضلات فتقل القوة الجسدية، وأيضا يتجعد الجلد ويتساقط الشعر. وهذا النقص بالذات في الحواس المهمة مثل السمع والبصر وفي القوة الجسدية يواكبها طبعا ازدياد الأمراض التي يمكن أن يصاب بها مثل ارتفاع الضغط والدم والداء البول السكري وليونة العظام، وأيضا نتيجة لذلك قد يعني يحجمون عن الاختلاط والاجتماع، وإذا ما توجب عليهم ذلك فإنهم يعني يلتزمون الصمت. يعني إذا يعني مثلا تحد من مشاركتهم بشكل عام، تحد من مشاركتهم بسبب ضعف السامع والبصر، يعني ناهيك عن عدم فهمهم لما يدور بين بني الجيل الجديد من حوار بشكل عام أو حوارات خاصة من يعني في مواضيع خاصة. كذلك فإن عدم قدرة المسن على الرؤية الجيدة تجعله يخطئ في استعمال يعني دواء، فيأخذ يعني دواء أكثر مما يجب. يجب الحرص على هذه النقطة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.